الوشوط نصل بكم الى انطلاقه موفقه انطلاقه سليمه باذن الله تعالى انطلاقه شوطنا العاشر من ضمن الاشواط المفتوحه تعتبر الشوط الاول للقعدان من الاشواط المفتوحه لسن الحجايج ومسافتنا المعتاده 3 كيلومتر نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين نذهب الى مقدمه الشوط والى المركز الاول مع هذا التجمع من الجعدان الحجايج السبق في المقدمة والمركز الأول مشاهدين الكرام من ينطلق هنا منذر مشاهدين الكرام لحارب بن مغير بن سالم العميمي هو يسيطر بمقدمة الشوط وينطلق مع بداية هذه الانطلاق المركز الثاني ياتينا معزم النوبي بن عزيز بن سويدان المحرمي في ثاني المراكز وفي ثالث المراكز وصول من شمردل محمد بن عتيق المقعودي الفلاسي ينطلق مع المركز الثالث المركز الرابع وصل وتقدم هنا وياتي شاهين تعود الملكية لشاهين لسالم بن حمود المالكي أما المركز الخامس وحان دور وداع علي بن راشد بن سعيد البريص المري ينتقل مع المركز الخامس المركز السادس شاهين يريو بن سعيد بن غانم المنصوري وفي سابع المراكز ينطلق هنا ياتينا الشجاع علي بن ساري بن علي بن محمد المنصوري وفي ثامن المراكز وصل بارود سلطان بن سالم بن سليم العامري اما المركز التاسع ينطلق هملول علي بن يمعة بن علي رحمه الدرمكي وفي عاشر المراكز وصول وانطلاق من المتحد احمد بن سعيد بن سالم بن سعيد الرميذي هكذا النداء الاول اكتمل مع المراكز الاولى المتقدمه اذعناها كامله مكمله مع نخبه من الحجايج القعدان من الاشواط المفتوحه السبق نعود مع البدايه نعود مع شمردل من غير الامور لصالحه انتزع الصداره محمد بن عتيق المقعود الفلاسي ينطلق بمقدمه الشوط يقود المسيره والمسيره تسير خلف شمردل المركز الثاني وداع وداع لعلي بن راشد بن سعيد البريص المري مع المركز الثاني وانتصاف المسافه الكيلو ونصف الكيلو يا اخوان المركز الثالث هنا ينطلق مشاهدينا الكرام وياتينا اللي هو المتحد يغير من مركز الى مركز وعين مع الناموس يا مالكه احمد بن سعيد بن سالم بن سعيد الرميذي غير مباشره الى المركز الثاني المركز الرابع وصل شاهين سالم بن حمود المالكي القادم الضيف من السلطنه ومرحبا بك يا مالك شاهين المركز الخامس يصل هنا ويغير مباشره اللي هو منذر حارب بن مغير بن سالم العميمي وصل بارود سلطان بن سالم بن سليم العامري الكل بدا ينطلق الكل بدا يتوقع وصول من شاهين يريو بن سعيد بن غانم المنصوري ولكن اعود مع المتحد اعود مع الكيلومتر الاخير ما تبقى الا القليل المتحد مع القياده المتحد متحد مع المركز الاول ما زال مسيطر هنا ينطلق احمد بن سعيد بن سالم بن سعيد الرميذي مع شوطنا الاول للقعدان من اشواط المفتوح يا سلام المقدمه المتحد الانطلاق الاول المتحد ما زال مسيطر ولكن حذاري من صاحب الرقم واحد وصل ناصر بن حمد بن محمد المنصوري شاهين يا سلام وصل بن السم واول اذاعه لشاهين واجهنا مع الكيلو الاخير مباشره مع المركز الثاني وحان موعد الاوان من اجل الفوز والناموس يا بن السم ولكن المتحد ما سلم المهمه مسيطر حتى هذه اللحظات تعود الملكية لأحمد بن سعيد بن سالم بن سعيد الرميذي وأيضا هنا شاهين ناصر بن حمد بن محمد بالسم المنصوري مع المركز الثاني المركز الثالث مساح أحمد بن خالد بن محمد الرميذي أول إذاعة لمساح الكل ينطلق الكل يتوجه الطموح الفوز والناموس المتحد وشاهين لمن الفوز لمن الانتصار شاهين غير بن السم سيطر هنا ناصر بن حمد بن محمد بالسم المنصوري ينطلق مع شاهين مع مقدمة الشوط مع المركز الاول اعلن المغادره ايضا هنا المتحد هو مساح يا سلام ولكن شاهين الاقرب للفوز الاقرب للناموس غادر ناصر بن حمد بن محمد بالسم المنصوري واسعد الله صباحك يا ابو حمد على هذا الفوز على هذا الابداع على هذا الانتصار في شوطنا الاول للقعدان الحجايج المركز الثاني مساح احمد بن خالد بن محمد الرميذي المركز الثالث وصل اللي هو المتحد احمد بن سعيد بن سالم بن سعيد الرميذي المركز الرابع أو المركز الثالث جذاب سعيد بن محمد بن غلفان بن حزيم الفلاسي المركز الرابع مشاهدي الكرام جذاب سعيد بن محمد بن غلفان بن حزيم الفلاسي المركز الخامس وصل اللي هو شمردل محمد بن عتيق المقعودي الفلاسي
هكذا كانت النتيجة. وسلام يا الوث بسلام بالفعل. 4 دقائق 25 ثانية 8 من الأجزاء. مشكور يا أبو حمد ناصر بن حمد بن محمد بن السم المنصوري مالك شاهين من استطاع الفوز والانتصار وحرصها على الإبداع والانتصار في هذا الصباح. 4 دقائق 26 ثانية 4 من الأجزاء. تهانينا لأحمد بن خادم بن محمد رميثي مالك مساح من أتى في ثاني المراكز وفي ثالث المراكز مشاهدين الكرام المتحد. 4 دقائق 26 ثانية 9 من الأجزاء. الثانية والناموس لأحمد بن سعيد بن سالم بن سعيد رميثي على هذا الفوز والانتصار.